أهلا بيكم النهاردة، اليوم المهم جدا في الناس الحلوة. خلينا نبدأ معاكم كلامي بحوار ربما ملوش علاقة بالموضوع بتاعنا، لأن موضوعنا النهاردة هو الحمى الروماتيزمية، وده موضوع علمي شديد الأهمية. لكن هبدأ معاكم بقضية شديدة الأهمية، انتبهوا جدا جدا للي هقوله ده. في حاجة طالعة مش في مصر بس، في العالم، في حتت كثيرة في العالم، بس في مصر الموضوع في منتهى الخطورة والقسوة، وهو ما يسمى بالعلاج عبر الإنترنت أو بالعلاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن أنت عبر أبليكيشن معين أو عبر تطبيق معين تقدر تشتكي من حاجة، عايز تخس مثلا، تبعت لحد معين يرد عليك وممكن يبعت لك أدوية. الكلام ده في منتهى الخطورة، الكلام ده مش علمي خالص، وخطأ جبار قد يدفع الإنسان ثمنه حياته، غير أنه هيتنصب عليه وملوش أي واقع من العلم. الكلام ده له بعدين مهمين قوي. مثلا في ناس واخداها في التخسيس. التخسيس يا جماعة مش موضوع سهل، مش أي حد، وغالبا اللي بيعمل الحكاية دي غالبا مش دكتور، لأن مفيش دكتور هيعمل الكلام ده خالص، أكيد حاجة تانية غير الدكتور تماما، وغالبا لا هو خريج طب ولا خريج علاج طبيعي، وأكيد يعني ليس له منظومة علمية هو منتسب لها، لأن هو لو خريج الحاجات دي طب ما هو يفتح عيادته ويقعد في عيادته ويعالج الناس صح، لأن علاج الناس يشمل أشياء كثيرة جدا جدا، يشمل لنا أشوف حضرتك وأخذ منك تاريخ مرضي وأسمع منك تاريخ تفصيلي وأكشف عليك وأعمل لك تحاليل واكشف عليك، لانه الكشف مهم جدا، اعرف كبدك اخباره ايه، الكلى اخبارها ايه، اعمل لك سونار على الاثنين افهم في تغيرات حصلت ازاي، اشوف ضغط دمك اخباره ايه، لان هيفرق الادويه اللي هكتبها لك. غير كده الادويه موجوده في الصيدليات، ومفيش دواء تخسيس غالي، كل ادويه التخسيس المعتمده ثمنها متوسط. لما حد ينصب عليك بقى ويقول لك لا ابعت لي وهبعت لك، ده اسلوب مش قانوني في التعامل مع الدواء. الدواء مكانه في الصيدليه، المريض بيروح يجيبه من الصيدليه، مفيش حاجه اسمها ابعت لي وهبعت لك دواء باكج. الادويه دي كلها مش ادويه، كتير منها ممنوع استخدامه، لان في مجموعه ادويه تخسيس اتمنعت من العالم، اللي هي الادويه اللي بتشتغل على مركز الاشباع في المخ. الأدوية دي بترفع ضغط الدم، فلما لقوا إنها بترفع ضغط الدم وبتسبب النزيف في المخ منعوها في العالم. الأدوية دي بتعمل تغيرات في المود وتغيرات في الطبيعة بتخلي الإنسان عصبي، فمنعوها من العالم. الأدوية اللي بتشغل سنترالي دي اتمنعت من العالم. في بعض هذه الأدوية موجودة في السوق السوداء، موجودة تحت السلم. أولا دي ما بتخسسش بشكل كبير، ليها أثار جانبية خطيرة جدا جدا ومش محسوبه، وطبعا لما حد بيبعتها لحد من خلال وسيله او من خلال يعني هوم ديليفري، ده في منتهى الخطوره. لكن الادويه الموجوده في الصيدليات، الادويه الثانيه الموجوده في الصيدليات دي ادويه اف دي ابروف، وافق عليها، بيكتبها الدكتور تحت اشراف طبي، بتروح تشتريها انت بالصيدليه، سعرها بسيط مش غالي، مفيش ادويه تخسيس غاليه. اي حد بيبيع دواء تخسيس بسعر مبالغ فيه هو بينصب على الناس، وطبعا لما بيع لك دواء من خلال هوم ديليفري ده حاجه مخالفه القانون المصري، ما فيهوش ده، ما بيسمحش مصر، ما بتسمحش ببيع الدواء بالاسلوب ده اللي هو هوم ديليفري، اللي هو انت ساعتك تشتريه من حته مش صيدليه، الصيدليه هي اللي بتبيع الدواء، وما فيش كشف على مريض الا من خلال دكتور في عياده او في مستشفى. ما ينفعش العلاج من عبر الانترنت. وطبعا كان ايام الكورونا الناس وصت حاجه معينه كده، بس ده سيتويشن تاني خالص، يقول لك ايه، انك ممكن مريضك ده مريضك انت، يعني مثلا انت بتكشف على مريض بتاعك عنده سكر وعندك الملف بتاعه، والراجل ده بياخد انسولين، في ايام الكورونا هيتصل بيك مثلا في وقت رمضان يقول لك انا مواعيد الاخذ الدواء بتاعي ايه، ولا اخذه امتى، في وضع معين. والكورونا بدأت تنحسر في الفترة الأخيرة أو في الموجة دي، خلاص بدأت تهدى شوية، فلا يرجع المريض يكشف عند دكتوره عادي طالما هو بدأ يعاني. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. ظاهرة
طبيب الاونلاين ولا مش عارف مين اللي بيتصل على الاونلاين، الكلام ده في منتهى الخطوره وخطورته معروفه ومفهومه للجميع. محدش يضحك على حد فيك ويقول له انا هخسسك من خلال الاونلاين ولا مش عارف ايه، الكلام ده مش مظبوط علميا وليس له قاعده طبيه مفهومه. هنفهم الكلام بالتفصيل ونفهم يعني ايه الطب الحقيقي اكيد مع رائد الطب الحقيقي، واحد من المؤسسين الكبار لعالم طب الحياه الحرجه، وطبعا استاذ الاساتذه الاسطوره الحيه للعلوم الطبيه استاذنا الاستاذ الدكتور حسام وافي. بلاش ان الواحد يعمل لحد سونار ما يكونش فاهم فيه لمجرد انه يعني بيتمنظر او بيطمنه، ده كارثه. كلمه مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين ماده سامه، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهبل. البول جزء من وظائف الكلى. يعني ساعات كتير قوي دكاتره يطلبوا وظائف كلى وما يطلبش بول. ينسى. مش ينسى، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى اورام كبد شخصيا او جايله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص بالموجات الصوتيه. موجات صوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا ما انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه. الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الاستاذ الدكتور حسام موافي الرئيس الشرفي لجامعه النهضه، عضو اللجنه الدائمه لترقيه الاساتذه والاساتذه المساعدين بالمجلس الاعلى للجامعات، عضو لجنه القطاع الطبي بالمجلس الاعلى للجامعات دوره 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى. له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية. رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة. تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. أستاذي وأستاذ الأساتذة الأستاذ دكتور حسام وافي، هذا يوم عيد. أهلا يا أيمن، زي حضرتك. أنا عارف إن حضرتك مش قريب أو بعيد من السوشيال ميديا، مالكش فيها يعني، في السوشيال ميديا ما تحبهاش خالص. خالص. أو ما فيش صفحات ومالكش فيها. بس أنا معجب جدا باللي أنت قلته. ربنا يبارك فيك. وبؤيده تماما. أصل في ظاهرة خطيرة للغاية، خطيرة جدا جدا جدا. بدأت في منطقة التخسيس، لأن المنطقة دي بعض الناس يشوفها يعني وبيروجوا فكرة هتمشي بيروجوا الفكرة إيه أنت ليه تروح لدكتور وتكشف وبتاع، لما ممكن وأنت في البيت يجي لك الدكتور يجي لك كورونا. هذه الفكرة في منتهى الخطورة وللأسف جريمة، ولازم الجهات القانونية تتحرك فيها وتشوف مين اللي بيروج لهذا الكلام اللي لا علمي. وللأسف في قنوات استضافت المعنى ده، وده شيء غير مقبول وغير مفهوم علميا على الإطلاق. برافو عليك، ده كلام كويس جدا، بس أنا عايز أفهم المشاهد حاجة مهمة جدا. مش هو تخين؟ واحد بيقول أنا هخسسك، هو التخن ده ظاهرة فسيولوجية ولا قد يكون عنده ورم في الغدة اللي فوق كزري. الكلية كزري. ومطلع كورتيزون كوشي ومتخناه. طبعا يا إخوانا، الهدف من الطب هو التشخيص. التشخيص، انت جسمك تخين بس في مليون سبب
مليون سبب، مش حكاية إن أنت تخين عشان بتاكل، دول الأغلبية. لكن افرض إن أنا من الأقلية، رحت في داهية. تمام؟ الهدف من الطب تشخيص، مفيش هدف تاني. أنا بسقط الطالب، مش اللي ما بيعالجش، بيتعالج هيتعلم. هيتعلم. أصل هو العلاج إيه؟ ما هيتعلم دوايين دو الأدوية هيعرف يحفظها ويكتبها. إنما غلط في التشخيص، آسف. هيموت. آسف. هيموت. خلاص ده ما بقاش دكتور. طيب كيف نصل إلى التشخيص يا أيمن؟ بثلاث حاجات دي في العالم كله. كيف أصل إلى التشخيص؟ بثلاث حاجات. واحد، بالتاريخ المرضي للعيان. عندي وجع في صدري، بيجي لك إمتى؟ بيقعد قد إيه؟ بيسمع فين؟ يا أسئلة مهمة جدا. ممكن بالتليفون، قوم نام على السرير عشان أكشف عليك. ضغطك كام؟ عندك زرقة ولا لا؟ ساينس ولا لا؟ عينيك فيها صفرة ولا لا؟ كبدك حجمه قد ايه؟ طحالك قد ايه؟ في ورم في رقبتك ولا لا؟ ما يمكن عندك ثايرويد افكشن. كل ده هيجيبه التليفون؟ لا طبعا. نمرة ثلاثة، الابحاث، صورة الدم والاشعاعات اللي هطلبها انا. احنا بنشخص بثلاث حاجات. واحد، التاريخ المرضي. اثنين، الكشف السريري اللي هو الاكلينيكي. ثلاثة، الابحاث اللي بطلبها. كل ده يختصر في ان انا الو انا صدري بيوجعني، طب خد داينايترا تحت لسانك. والله بيعملوا كده يا اخوانا. اللي بيعالجك بالتليفون نصاب، نصاب. نمره اتنين، اللي بيعالجك بالتليفون بيعالج اعراض. اخطر حاجه في الطب تعالج اعراض، اخطر حاجه. انا بنهج، طب خد امينوفيلين. طب مش عارفك ان انا ما عنديش القلب، او عندي سرطان، او الى اخره. يا اخوانا هذه مهزله، اذا لم تتحرك وزاره الصحه لها تبقى مقصره. متحركين والله، يعني وزاره الصحه متحركه والعلاج الحر، بس هم ما لهمش مكان، مش عارفين يمسكوا لهم ماسكه. بيحركوا ليه نفسهم. هو اللي اعلن عن نفسه ده ما يتقبضش عليه. ما هدي بقى دي بقى. طب استنى بس. تجار مخدرات هم بيتقبض عليهم في بيوتهم. بالظبط بالظبط. دي سهله قوي. بس ديت مش وزاره الصحه بقى، ده دي جهات اخرى. تشترك وزاره الصحه ووزاره الداخليه في حمايه الناس. وزاره الصحه تبلغ الداخليه فلان وفلان وفلان بيموتوا الناس. يا ايمن دي جريمه، جريمه كبيره جدا. العلاج اونلاين ده في منتهى الخطوره. طب ولو واحد مات؟ هات لي بقى اوراقه. ما انا هحقق مع اللي موته. فين الاوراق؟ مفيش اوراق، مفيش خالص، مفيش خالص. هو بعت له وراح بقى. يعني واحد بيعمل عمليه والعين توفى، بيجيبوا الدكتور الجراح الاول النقابه، وبنحقق معاه، طلع اهمال يروح النيابه. كل ده مش موجود. يعني حاجه مش عايزين الناس بلدنا. لازم كمان تفهم بلدنا ما تبقاش كده. طبعا الناس لازم تفهم حاجه، انه في التخسيس ده المريض اللي جاي بيخسس عن الدكتور، الدكتور بيعالجه كمنظومه كمتكامله. يعني بيبص له هو بيعالجه كده، بكتب له دواء. ايمن السمنه لها اسباب كتير طبعا. غير الاسباب، هو انا بتابع كمان مع الحاله، يعني بتابع معاها، لازم اكشف عليه كل فتره اشوف ايه. هو هينتقل من السمنه الى القلب الى الكبد، هيعمل كده. ما بقاش حكايه سمنه وانها دي فانتازيه. مين قال ان علاج السمنه ده فانتازيه؟ مين قال كده؟ في دهون على الكبد هيتعالج. مين اللي ادى الناس هذا الايحاء ان واحد تخين اخسسه؟ دخول غير الاطباء في هذا المجال اللي ادوهم الإحادة. كارثة كارثة. دخول غير الأطباء في مجال السمنة وحوارهم غير الأطباء وغير المتخصصين واللي فاهمين طب يدخلوا يتكلموا، هو اللي اداهم الانطباع ده. دول يجوا أمام النائب العام، والنائب العام يبقى جنبه دكتور أستاذ يقول له ده إيه عشان يتقبض عليه ويخش السجن وياخد عقوبة. هو النصاب ما بياخدش عقوبة؟ هو اللي نحكوا على الناس وخدوا فلوسهم في توظيف الاموال ايام كذا وكذا وكذا، خد فلوس سجن طبعا. طب ده خد اخطر من فلوس، ده خد صحته بالظبط، ده خد اخطر من فلوسه. اذا القاعده ارجوكم، انا عشان بس ما حدش يقول، انا قلنا بشكل كامل في اهم واشهر حلقاتنا على الاطلاق هي حلقات دكتور حسام. العلاجات اللي اونلاين ده ملهاش علاقه بالطب، ده نصب غلط. حاجه تانيه انه مفيش دواء يتجاب اونلاين، الدواء بيتجاب من الصيدليه. والله العظيم يا ايمن، عيان بتاعي
وانا اللي كاتب له العلاج وكل حاجه، اما بيتكلم بالتليفون بقول لا تعالي لي تاني. اه طبعا أنا مع انه عياني بس قال لي انت كتبت لي كذا وكذا وكذا وضغطي كذا بس هو لسه عالي. اقول له تعالى، جايز حصل حاجه الله يعلمها في الفتره دي، مفيش حاجه اسمها كده يا ايمن خالص. انا بحمد ربنا ان اخر تكنولوجي في حياتي الاشعال الذاتي البوتاجاز. ده على فكره، على فكره انا من الناس برضو لما شفت الاشعال الذاتي ده انا اتخضيت، يعني ايه بوتاجاز يشتغل لوحده؟ في واحد طلع في التلفزيون بيتريق عليا، لا ربنا يسلمك، ما يعرفش الفيسبوك وكده وعامل نفسه استاذ. انا برد عليه بقول له يا فلان ما ضيعتش وقت في الكلام ده، انا ضيعت وقتي في الدين وفي الطب بس. انا واحنا قبل الحلقه قلت للدكتور حسام، قلت له ارجوك يا دكتور ما الفيسبوك ما تقربش منه. لا انا ماليش قوي عشان ما حدش يتحايل عليك يقول لك اعمل لك صفحه. لا 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 لا, لا, لا. انا غلبان ده، انا غلبان لا ده بالعكس ده كده ربنا. لا والله انا برد أنا عليه بقول له يا فلان يا اللي اتريقت عليا اني ما بعرفش، مسك التليفون قال لو اديته التليفون يطلع مش عارف ايه ما يعرفش. انا بعتبر دي ميزه، دي ميزه لان وقتي. انا حسبت مره فتحت الواتس شهر ياخد 4 ساعات في اليوم. ده ايه ده بالتواضع؟ ده 4 ساعات الواتس انك تقرا رساله جات لك وترد، ادي 4 ساعات في اليوم. مش انا اولى بيهم؟ يا ذاكر طب يا شوف ديني شكله ايه. انما اللي بيتريق ده اقول له لا يا حبيبي، ده بالعكس، ده بالعكس خالص، ده انت شكرت فيا من غير ما تدري. أو في ناس صحيح بتاخد 10 دقايق كل ساعة كده تبص على الواتس، لو 10 دقايق في ال 4 ساعات في ال 24 ساعة رحت قافله. احنا بنتكلم في 200 بنتي قالت لي ازاي يا بابا مش عارف ايه ولازم قلت لها ماشي، عملت لي كمية الرسائل اللي جاية وانك ترد عليها وكده 4 ساعات في اليوم. في اليوم يعني احسب في الشهر كام؟ طب ما انا أولى بهذا الوقت، أنا أولى بيه. وبعدين العلم مش هجيبه تليفون، عمر ما هجيب العلم من التليفون مهما كان. احنا عندنا بيبرز وعندنا ابحاث وعندنا مجلات ودوريات بتجيلنا، دين بجيبه من الكتب الدين المحترمه مش من تليفون. طبعا الحقن الروماتيزميه يعني امر منتشر لكن يحتاج الى تفسير. هو صحيح كلنا عارفين ان هو ما بعد الاصابه بجروب اي بي تهيمنيتك ستريبتوكوكاي ماشي تمام، يعني هو نوع من الميكروبات، لكن ايه التفسير؟ هو بس كلمة يعني هو انتشاره قل قوي. يعني احنا دلوقتي ما بنشوفش حمى الروماتيزمية زي زمان خالص خالص، احنا بنشوف بواقي اللي عملته الحمى الروماتيزمية في ناس زمان، انما الجداد قليلين جدا جدا. وده الوعي. انا وانا نايم كان في عيادة يوم الثلاث من 9 لـ1 اسمها عيادة البنسلين طويل المدى، كان كل النايب ياخدها. تخيل بقى العدد، يتعمل له عياده خاصه من 9 الصبح لـ1 الظهر قاعد تدي حقن في البنسلين عشان الحمى الروماتيزميه. زي ما هنيجي في العلاج الوقائي هنقول ان هو بنسلين طويل المدى احد الحمى الروماتيزميه شيء مرض بدا من قديم الازل. فالعلماء ابتدوا يفكروا ما هو ثابت علاقته بالتهاب الحلق. ما بقولش التهاب اللوز، ما بقولش اللوز، اللوز جزء من الحلق. يعني واحد يقول لي ما انا شايل اللوز ابقى مطمن، لا، لان هو التهاب حلق وليس التهاب لوز بالذات. فما هو ثابت علاقته بيه؟ فجاء اول عالم قال الميكروب بيجي هنا اسمه ميكروب سبحي. ليه؟ لانه شبه السبحه، البكتيريا لازقه ببعضها بتبقى شبه السبحه بالظبط، بيجي هنا. فاول عالم قال ده الميكروب ده بيخش الدم ويروح للقلب يبوظه والمفاصل والمخ والناس مشيت على كده سنين لحد ما طلع له واحد قال له تعالى هنا، تعالى انا عملت عينه الدم لمرضى اللي انت بتقول عليهم حمى روماتيزميه ما لقيتش بكتيريا في الدم خالص. فالراجل زعل قال له تعالى معايا كمان. الاطفال اللي ماتت
خدت قلبهم وخدت منه شرايح زرعتها ما طلعش فيها بكتيريا. تعالى بقى قوي، انت جالك التهاب في الحلق، الحمى الروماتيزميه تيجي بعد 21 يوم بعد ما تخف. فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر، النظريه ضعفت، النظريه باظت. لا في بكتيريا في الدم ولا في العضله، في بكتيريا عضله القلب. وبعدين هذه الوقت ما بين التهاب الحلق وبين ظهور اعراض الحمى وقت طويل، 21 يوم. بيبقى العين خف خف وراح مدرسته وكل حاجه. فالراجل ده بهت فايه مشي. جه واحد تاني بعديه قال لا ده كان غلطان، ده سموم البكتيريا هي اللي بتخش الدم تعمل المصايب دي كلها. قال له طب تعالى، لو سموم البكتيريا داخله في الدم كانت immediately كانت تعمل وانت عيان، لما فسرتليش ال 21 يوم. 21 يوم ما بين التهاب الحلق وما بين الحمى الروماتيزميه ما تتفسرش بالسموم اللي دخلت يبقى في الحال. فبهت الذي كفر، تاني واحد. ثالث واحد قال لا ده مش كده خالص، هي بكتيريا في الحلق طلعت سموم دخلت الدم غيرت تركيبه النسيج الضام. في نسيج في جسمنا اسمه النسيج الضام، غيرت تركيبته، اصبح النسيج الضام جسم غريب. انا عندي نسيج ضام اهو، البكتيريا بعتت سم غيرت تركيبته، كان تركيبته كذا 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 غيرته. بما انه اتغير هيطلع له اجسام مضاده لانه جسم غريب. الحرب بين هذه الانسجه اللي متغيره وبين الجهاز المناعي هو ده الحمى الروماتيزمي. حرب بين شيء غريب خلاص، غريب. انا كسم دخلت غيرت لك النسيج الضام، كان تركيبته معينه بقى تركيبه تانية، تركيبه تانية بقى غريب، غريب طلعته اجسام مضاده، اجسام مضاده تعمل المنظر اللي احنا شفناه في المفاصل وفي القلب وفي المخ وفي الجلد وفي كل حته. الاعراض غريبه سبحان الله. ليه بقى؟ لانه اولا تنوعها في المفاصل اعراض، في القلب اعراض، في المخ اعراض، في الجلد اعراض، حتى في المفاصل الصغيره اعراض. يعني في اعراض مختلفه في كل مكان. والغريب انه تنوع الاعراض دي بس كل حته الحمى الروماتيزميه ليها كاركتر، ليها سبيسيفيك، يعني ليها تصرف معين فيها. فهي نقدر نقول عليها عشوائيه التوزيع، لكن في العشوائيه دي جواها في نظاميه غريبه في الحدوث. هو بص هو حن هو خلص اللي حصل حصل. النسيج الضم اتغير، طلع له اجسام مضاده، اجسام مضاده هتعمل حرب في المفاصل وفي القلب وفي المخ وفي الجلد، الجلد هتعمل حاجتين. فهي دي مظاهر الحمى الروماتيزميه. الحمى الروماتيزميه زي الشهاده في المحكمه في الدين. في ناس فاكره ان ده في كله، في الدين فقط. في الدين اللي هي يا راجل يا اتنين رجاله يا رجل والستتين. في صوره الدين يا اما رجلين او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ده في الدين بس. لو سلفت منك فلوس، في ناس فاكره ده العادي، لا. فهي بالظبط زيها. رجاله وستات. عايز تشخص حمى الروماتيزميه يا اتنين رجاله يا سواء راجل واحد هات مع اتنين ستات. المظاهر الاكلينيكيه للحمى الروماتيزميه ميجور رجاله وماينور ستات. كيف التشخيص؟ يا اتنين ميجور اتنين رجالة يا واحد ميجور مع اتنين ستات. طبعا ده طريقة قديمة للتشخيص لكن ماشية لحد دلوقتي. ايه هم الميجور؟ خمسة الرجالة، التهاب المفاصل، التهاب القلب، الكورية، حاجة بتيجي في المخ تخلي واحد يتحرك، او حبوب زي الحمص تحت الجلد او بطش حمراء في الجلد. دول الخمسة. دول الخمسة. لقيت اتنين من الخمسة شخص وانت مغمض. ما هي المشكلة يا ايمن مش كده، المشكلة الناس مش فاهماها وبعض الدكاتره الصغيرين مش فاهمينها. المشكله ان انا مفاصلي بتوجعني. هل السبب الوحيد لوجع المفاصل هو الحمى الروماتيزميه؟ لا، في 5000 سبب. 5000 سبب. طب كيف اخد ده مع حاجه ثانيه؟ طب القلب ملتهب، هل السبب الوحيد التهاب القلب؟ لا. عشان كده بناخد يا اتنين ميجور اتنين كبار رجاله يا اما
واحد ميجر مع اتنين ماينر. مع اتنين صغيرين. ايه الصفة الأساسية لي واحنا بنقول أرثرايتس التهاب مفاصل؟ التهاب المفاصل له أسباب عديدة. يعني النقرس يعني تهاب مفاصل. الروماتويد. الروماتويد بيعمل يعني الذئبة. الذئبة. تآكل الغضاريف. الهيموفيليا. الهيموفيليا اللي هو مرض في الدم بيعمل. والحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية لازم تتحفظ صم بالنسبة للطلبة عشان ما يغلطش في التشخيص، لأن تشخيص حمى الروماتيزمية تشخيص كبير مش قليل. أولا تصيب المفاصل الكبيرة. كبيرة. الأنكل تحت، الركبة، الفخذ، القلب اللي هو ده، الكتف، الريست، ده مفاصل كبيرة أول صفة فيها. ده يفرقها عن الروماتويد. الروماتويد بتاخد المفاصل الصغيرة، لكن عشان الطب يبقى غلس اللي بيفكر إنه يخش كلية الطب من بتوع الثانوية العامة نقول له غلاسة، إن ممكن الحمى الروماتيزمية تصيب المفاصل الصغيرة. المرض اسمه جاكوب. جاكوب ده بس نادر واكسبشن، يعني ده استثناء انه ياخد المفاصل الصغيره ويسيب فيها اثر. هو يصيب المفاصل الكبيره 99%. تمام. المفصل المصاب قمه الالم لا يطاق، سويت احمر محمر مورم ما يتحركش ومورم قد كده. احنا بنشوف الطفل الحمى الروماتيزمية متشال دايما بس تفرح، هو في نظر أم وابوه كسح. اللفظ اللي دايما العامة يقول لك الواد اتكسح، لان بنوقف على الارض يروح واقع ما يقدرش يقف، وبالنسبة لك انت هتخف في خمس ايام، فانت بتبقى سعيد جدا بالحالات دي. هو في نظر بتعمل بروباجندا للدكتور لان بيبقى داخل ابوه امه شايلينه في الاعاده، الواد جاي بيجري يقول لك بس الدكتور كتب له الدواء هو لوحده خف لوحده خف. على فكره يعني عايز اقف عند كلمه بروباجندا دي لانها بتنرفزني. ابعت التوفيق، ابعت الاخلاص ينزل لك التوفيق. طبعا الطب يا اخوانا والله 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 ثلاث مرات اهو توفيق توفيق. انت بيجي في مخك الحاجه، مين اللي جابها؟ مين اللي جابها سوى الخالق؟ يا باشا بتنور بتنور كده. بتنور في هي كده. هو طيب ما واحد تاني مذاكر اكتر مني مليون مره وغير موفق. الوجع هنا اي 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 ده قرحه معده. لا هو قلب. هو قلب او بنكرياس او ايه اللي جاب ده في مخك؟ الله ابعت الاخلاص ينزل لك التوفيق. فالمهم المفصل كبير، المصاب احمر وارم ومؤلم جدا ومش قادر يتحرك، يعني تيجي تمسك الواد ركبته وتعملها كده يصرخ ما يقدرش، ويستجيب استجابه رائعه للاسبرين لدرجه ان ده اختبار. ده اختبار ثيرابيوتيك تيست. ما احنا ساعات نختبر بادويه. نختبر المرض بدواء. بدواء من ضمنها ده ثيرابيوتيك تيست. هتدي له الدواء مش هيتحسن. تمام. يبقى ما تحسنش يبقى مش كده. يستجيب استجابه رائعه للاسبرين. الالذ والالذ والالذ ان المفصل يعود كان شيئا لم يكن. ما يسيبش اثر خالص. يعني الروماتويد يسيب. طب يعمل ديفورميتي. الروماتويد يعمل تشوهات. التآكل الغضاريف يسيب وجايز توصل الى الجراحه، لكن ده كان شيئا لم يكن. 21 يوم والواد كأن ما حصلوش أي حاجة. يبقى بيصيب المفاصل الكبيرة، المفصل المصاب أحمر ومورم ومؤلم، يستجيب كويس جدا الأسبرين ويخف العيان وكأن شيئا لم يكن. القلب. القلب ثلاث ليرز، ثلاثة طبقات. بانكارديتس. هو بياخد الثلاثة. الطبقة اللي بره القلب اسمها الطامور. طامور ده الغلاف اللي بيغلف القلب بيلتهب، يبقى عنده التهاب طامور. العضله بتلتهب مايوكارديتس، والصمامات بتلتهب اللي هي اللي داخله دي. فالثلاث طبقات بتوع القلب بيلتهب. يعني المشكله بقى اللي احنا عندنا ان ساعات يسيب اثر،
يعني الصمام المترالي أصيب بحمى روماتيزمية قد يخف تماما زي المفاصل كأن شيء لم يكن، وقد يتليف، يتليف بحاجتين، إما بالضيق وإما بالارتجاع، يا باظ الصمام بقى فيه ارتجاع، يبتدى يضيق بقى فيه ضيق صمام، بتبان بعد شوية. والقضية الخطيرة جدا الكورتيزون، قيل يوما ما إن الكورتيزون يمنع اللي أنا بقوله ده، إن حتى لو القلب أصيب اديته كورتيزون ما يحصلش لا ضيق ولا ارتجاع. طلع الكلام ده مش صح، مش صح. اللي ناوي ناوي، يعني ناوي صمام هيبوظ هيبوظ. عشان كده لما الاقي صمام لازم اتاكد انه حمى روماتيزمية. تقول لي طب في حاجه تانية تصيب الصمام غير الحمى؟ طبعا طبعا، واللي عنده الصمام حمى روماتيزمية ده لازم ياخد باله كويس جدا جدا جدا، فخلع اسنانه في اي سخونيه عشان ما يحصلش التهاب على الصمام، تبقى كارثه، بكتيريا اندوكاردايتس. فالقلب والمفاصل ده من الرجاله، لو قلب ومفاصل شخص وانت مغمض خلاص. الجلد بيجي فيه بطش حمر، لكن لما تيجي تخف تخف من النص، فعلى بال ما العيان يروح للدكتور يبقى الحمر في بره بس الرسيمه مارجينيتم، عشان هي المارجن بس. وساعات يجي حاجه زي الحمص نقدر نقفشها على عظمه، يعني لما تدوس على العظمه تقوم تحسها، هي موجوده في كل حته بس في الاكسنسوس، بس هنا هتقدر تشوف. اما الكوريه بقى فحدث ولا حرج. ليه؟ لان مشكوك فيها، هل هي لها علاقه بالحمر؟ يعني اولا تيجي لوحدها من غير حاجه تانية، تيجي متاخره خالص عن الاعراض التانية. وفي البنات اكتر من الولاد، او بنات بس، او بنات اكتر اكتر من الولاد، مع ان المفاصل ده قد ده، القلب ده قد ده، دي لا دي تاخد بنات. لا، القلب اعجب حاجه فيه، اول بحث بنعمله الحمى الروماتيزمية سرعه ترسيب عالي، دي سرعه ترسيب طبيعيه ما بتبقى خلاص كل حاجه فيها شويه، لكن هي من الخمسه الكبار. ايه هي بقى الكوريه دي؟ اللي هي حركات لا اراديه، لا اراديه بروكسيمال وديستنس، في الاثنين ممكن يعمل كده او بيعمل كده، لا ارادي، هو مش قاصد، وبتزيد بالانفعال. يعني كنت دايما اقول لدكاتره الامتياز عندي، لو انتوا بصيتوا للحالة عايز تجننه افضل باصص له كده، هتلاقيه ابتدى يعمل وتختفي بالنوم. يعني لو انا بمر بالليل وعيان الكوريه ده، عيانه كوريه نايمه ثابته ما فيهاش اي حركه، وده في ادويه خاصه لها، بس هي من الخمسه الكبار. الباقي بقى سرعه ترسيب عاليه، بينزف من مناخيره، سي رياكتيف بروتين عالي، سي ار بي اللي الناس كلها حفظته في الكورونا يعلى، بيل كل دول لو لقيت اتنين منهم سخن مع واحد من الكبار ماشي، اتنين كبار انتهت وشخصنا. والعلاج سهل، البنسلين ياخد العلاج وتمام التمام. لا، العلاج الاصلي البنسلين وقائي، سلسلة وقائي، يعني احنا مش عايزين يجي له ميكروب سبحي فنديله حقنه بنسلين كل يوم، فلانه ده كفر، حرام عليك طفل صغير تشكشك كل يوم، فعملوا بنسلين كل 21 يوم في حقنه، فهو بياخده كل 21 يوم بنسلين طويل المدى، فبياخد الحقنه تغطيه لحد سن 25. ما هو سن 25؟ هو السن اللي نادر بعديه انه يصاب بحمى روماتيزمية. نورتنا يا باشا، الله يخليك، شرف كبير لينا دائما وجودك معانا، متعه ما بعدها متعه، الله يحفظك. اللقاء القادم هنتكلم على البلمونري بقى بتالي، جلطه الرئه، البلمونري ملازم، جلطه الرئه واحده من اهم المواضيع، تبقى جلطه الرئه لانها مسكوت عنها، وكثير جدا من الناس ممكن لا قدر الله، والكورونا رجعتها بقوه جلطه الرئه، خلي بالكم انتبهوا ليها، لان دي قضيه في منتهى الاهميه. وبالمناسبه ديت واحد من نجوم الاعلام الرياضي كان اصيب بجلطه رئه، حد عزيز علينا جدا، نجم كبير اصيب بجلطه رئه وهو شباب، فده حاله مرضيه بتيجي لاي حد. لا لا، مهم الناس تبقى واعيه بيها. نورتنا وشرفتنا استاذ الاساتذه، استاذنا الاستاذ دكتور حسام موافي كان في الناس العامه.
كتير من الناس بتشتكي من المية البيضة، ودي قصة واضحة جدا وباينة جدا، وبرضو أنا شايف إنه الثقافة بتاعت الناس المفروض تتقدم في إنها إزاي تكتشف مبكرا، إزاي تبقى عندها الثقافة والرغبة إنها تعالج المية البيضة. فكرة العملية باختصار شديد إن أنا بستبدل العدسة دي بعدسة تانية. أنا ممكن